المطر ممكن يبقى بيغرقنا زي السيل، هل ممكن دموعك تبقى عاملة زي سيل المطر؟ والله أنا عيطت، بس عيطت في التمثيل، ما عيطتش في الحياة. لم تبكي مرة واحدة في الحياة؟ لا بكيت بس لوحدي كده بعيد عن الناس؟ طبعا. بتخجل من إن الناس تشوف لا دموعك؟ مش بخجل، بس ما حبيتش يعني إن أنا أبقى في سني ده وأبكي يعني. بس هل دموع الرجل ضعف؟ لا، هي إحساس بفرقة، بغربة.